وشربت حجرين عالشيشة. شيشة بناتي، شعار بعض الفتيات في الفترة الأخيرة، حيث تقبل الفتاة على أحد المقاهي لتجلس وتطلب الشيشة بنكهتها المفضلة. ولكن عندما طلبنا من بعض الفتيات أن تصرح عن رأيها في تلك النكهات، كان هذا الرد: هوبا ايجيبشن ستايل، ايجيبشن ستايل. وعلى الرغم من أن تلك الزخارف تجذب الأنظار وتزين الشيشة، إلا أنها لم تزين من موقف تلك الفتيات. وانت ما بتقوليش عليها هي ايه، وانت بتقولي ان البيت غلط فطلع على الناس غلط، فما بتقوليش هي ايه، فان الاساس هو العمل غلط. قلة ادب. انا من وجهة نظري لا، عادي براحتها، دي بتاعتها، دي بتاعتها. مش هقدر احكم، يعني ليا ناس صحابي بيشربوا، فدي حاجه بتاعتهم، انا مش هقدر احكم عليهم، او مش هقدر مثلا ما اقعدش معاهم. لا عادي، ممكن اقعد معاهم، بس كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لا يعني ربنا يهديهم. بس يعني اما هو قاعدين على فكره، الشيشه دي ده اكثر ضرر من السيجاره. انا شايفاه فضا، يعني واحده بتحاول تقلد موضة فارغة. يعني عارفة اللي زي مثلا الستايلات اللي نزلت، اللي احنا بنحاول نقلد فيها الغرب، ان المرأة انها تبقى بتدخن، احنا بنحاول نبقى احنا بندخن احنا كمان. مفيش رقابة خالص دلوقتي، يعني البنات بقت قلعان من الصبيان. اما عن ردود افعال الاباء والامهات: انما بنات تشرب هي مش مستحبه في الشارع، عادي براحتها، دي بتاعتها. عليها قله الادب. بنات مش متربيه على طول، اما حاجه البيت هي بتضر صحتها، بتبهدل نفسها، منظرها اصلا ايه في وسط الناس. اختلفت الاراء بين هذا وذاك، ولكنها اجمعت ان شرب الشيشه يبعد كل البعد عن ثقافتنا المصريه. شروق عادل، جورنال مصر.